السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا كان ليا سؤال بسيط جدا. دلوقتي كان في فيلم منتشر جدا بدأ الإخوة يتكلموا عليه، والفيلم ده فيه من القاذورات، من اللواط والزنا عفوا وأعمال سيئة عفوا. جدا على كلامهم. طيب السؤال، السؤال: هل يجوز للإنسان إنه يبدأ يتكلم على ما لا يراه، ما سمع عنه من هذا الفيلم؟ مثلا فلان جه قال لواحد: أنا شفت الفيلم كذا وكذا وكذا، فيطلع أخ متدين يطلع يتكلم يقول الفيلم ده فيه كذا وكذا وكذا وما ينفعش اللي بيحصل فيه، من غير بينة هو شافه فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان هناك شيء سيء لا ننشره ولا نروج له، لكن إذا هذا الشيء انتشر وعام بدأ الناس يتكلمون عليه بإجمال، بإجمال أحذر تحذيرا عاما بلا تفصيل، ثم إنه وقد اهتبلوا هذه الفرصة لتذكير، تذكير ولاة الأمور إن الله سائلهم عمن استرعاهم. الله يقول في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فواجب على ولاة الأمور أن يزيلوا الفساد من الأرض قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، فإن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الذي لا يجدي معه الكتاب ولا الميزان ولا الموعظة أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ترضعه السيوف. فلزاما على ولاة الأمور والله سائلهم عما استرعاهم أن يحاربوا هذا الشر وهذا الفساد، لا يقف مكتوفي الأيدي، والدين يهان والإجرام ينتشر. يا أهل الإسلام، قاوموا الفساد قدر جهدكم وقدر استطاعتكم، فلا تنتشر الرذيلة ولا ينتشر الدعاة إلى الرذيلة وأنتم سكوت يا أهل الإسلام. الله قال في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فجدير بولاة الأمور وبكل من له كلمة أن يحارب الفساد في الأرض، ولا يترك ممثلا نجسا ينشر رذيلته وتراها فتياتنا وتراها نساؤنا ويراها شبابنا بما يحمل على الشر والفساد. جدير بأهل الإسلام جميعا أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم تجاه هذه الشرذمة القذرة من الممثلين الذين ينشرون الرذيلة في الأرض، وأيضا يقوموا بواجبهم تجاه من يروج لهذه الرذائل أيا كان شأنه. يا أهل الإسلام، أنتم تحملون رسالة إلى عموم الناس، رسالة منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد في الأرض، فكونوا من المصلحين ولا تكونوا من المفسدين.
تناهوا عن المنكر كما أمركم ربكم يا أهل الإسلام. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وإنا نبرأ إليك يا رب من هؤلاء الشراذم والقذرة والأنجاس والأرجاس الذين ينشرون الرذيلة في الأرض ويروجون يا رب لما نهيت عنهم، لما نهيت عنه ولما زجرت عنه. نبرأ إليك يا ربنا ثم نبرأ إليك، وأنت تعلم أحوالنا وتعلم ما نحن فيه، فيا رب انتقم من هؤلاء، أنت قادر على كل شيء يا رب العالمين.